فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: عندنا في بلدنا عندما يعتدي شخص على آخر أو تحدث مشكلة فإنه يجتمع وجهاء البلد فيحكمون على المعتدي أن يدفع مالا ويسمى جلسة عرب، فهل هذا عرب؟ عرب عربي؟ عرب من العرب. عرب؟ نعم. ايه؟ قل هل هذا يندرج تحت المجالس العرفية وما حكمه شرعا؟ لا يجوز هذا. إذا كان في هذه البلاد، والحمد لله البلاد فيها محاكم في كل بلد فيها محكمة شرعية، يذهبون إلى المحكمة. لا يجوز أن يحكم بالعرف أو بالأعراف القبلية، هذا من الحكم بالطاغوت، ولا يجوز هذا. نعم.